يعني دايما نحن بنحب نسهرك، بس اصلا انت بتحب الليل، الليل للسهر، النوم تضيع وقت. ما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعبار طول السهر. أبدا، مع أنه حكم القلب بيقولوا لك سمع واحد بالقلب ده سهر كتير، ونوم النهار ما بيعوضوا الليل. ما بيعرفوا يسألونا يسألونا جوزيف اشتقت لك كتير، حاسة مرق أكثر من أسبوع. إيه والله، ليش وين كنت الأسبوع الماضي؟ كان عندك حدا يمكن ما كنا لايف؟ كنت معك. لا كمان كنت معك، بس عم بشتاق لك، ما بيقدي هالقد ما عم نحكي كتير أنا وياك، شكلنا مشغولين هذه الفترة. والله إيه صحيح، خلص بوعدك إنه نعوض هالأسبوع، بوعدك. اشتقت لك كتير جوزيف، بدي بارك لك أبو الزوز. على خلص خلصت كورونا، منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء جائحة كورونا كجائحة عالمية، يعني هن بيقرروا يفتحوا وهن بيقرروا يسكروا. طبعا بيشبهوا سياسيين بلبنان يا جوزيف بهيدي الجائحة، يعني هذا الحكي صراحة من سنتين، يعني هيدا الكابوس الكبير بحياتنا نحن الجيل يلي ما شهدنا على جائحات قبل هلا، ما شهدنا انه نحس حالنا مثل الفيران عم بيجربوا فينا بهالطعومة. كان شيء كتير عجيب غريب، مش من باب نظرية المؤامرة، لكن تنحكي واقع، يعني انا عم بحكيك هلا انا واحد من اقرب الناس لإلي مصاب بكورونا. أوكي. وتعبان كتير، يعني انا اقول لك ايه، خلصت التجارة بالفيروس والادوية والطعومة، خلصت التقارير اليومية والترند يلي حرق سلسفيل أعصاب الناس، خلصت الفيديوهات والصور يلي بتموت رعبة، لكن ما زال موجود، بيصيب بيعذب بيفتك وكمان بيقتل. يعني بعتقد هيدا نحن اللي تمسحنا أو فهمنا شو يعني وقت يكون عن جد بدك تسيطر على الشعوب لما بدك. طبعا كيف ما بدك. يعني قعدونا ببيوتنا لما كان في 5 حالات بالنهار، ونغسل كل اغراض السوبر ماركت ساعتين بالديترجون قدام الباب الاسانسور قبل ما يفوتوا على البيت، وقت صار في 2000 و3000 و4000 و10000 حالة كنا عايشين حياتنا بشكل طبيعي. ما بعرف قديش الاعلام وقديش المنظمات فيها المنظمات العالمية. نعم. جوزيف يعني. نعم. هيدا شيء، مشان هيك جوزيف يعني الدرس الأول أنه الناس تنتبه شو يعني سيطرة على الشعوب. نعم. والدرس الثاني هو لما شيء منك قادر أنك أنت تسيطر عليه، قد ما فيك ما تكسر راسك وأعصابك واهتمامك وكل وقتك. ونحن مرقنا فيها جوزيف، يعني أنا من الناس تركت كل شيء وقعدت أقرأ وأقرأ وأقرأ، يحجروا عيوني ليل نهار عتلين الهم، اللي هو كله كان من العوامل اللي بتشتغل ضد جهاز المناعة. ومثل كتار يعني مش كلنا كنا بذات القوة وبذات الوعي، لعله يكون درس لقدام بهيدا الموضوع. هلا هن جربوا يفوتوا لنا بعد كورونا قصص تانية، بس كان الشعب صار أذكى، يعني فيروسز وقصص وكذا ومدري شو، جربوا انه يفوتوا بنفس المخاض. يعني هلا بتقول لحدا معي كورونا مش بيضحك عليك، بس ردة الفعل ما بتشبه ابدا 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 اللي كنا نشوفه ونسمعه من سنتين. يعني اليوم يلي كانوا يتمسخروا عليه من قبل انه هذا ليس بجريب، وطبعا هي كانت جائحة لانه قتلت كتير جوزيف وكانت على عالمية. اليوم عن جد الدكاترة بيقولوا لك تعامل مع الموضوع كما تتعامل مع الجريب. بس يمنى بحب خبرك انه انا بلفتن. قل اعوذ برب الفلق. لليوم ما اخذت كورونا، انا انتصرت عليهم. ايه بس خليك داير بالك جوزيف. يعني طبعا لا ما تعتلي هم، انا OCD يعني تعرفيني. انا بعرف شخص مثلك كمان، شخص قريب يعني كمان سنتين بلفون مثلك. نعم. ايه هلا اصيب وطول معه شوي يعني زعجه. أوكي. فضلك داير بالك على حالك وجوزيف يعني من بارك شو بيقولوا، الحمد لله بقينا طيبين. صحيح. يعني في كتير ناس راحت. نعم. مين كان يقول يعني. نعم. العمر غفلي يا يويو، قبل ما تكمل حديثك راجعة قلي
لوين؟ بدي أعمل لك يافطات تحطهم على الطريق وكذا ولاقيك على المطار و... حلو. بس ما يعني تنتظري مني ورد لأنه جوزيف أنا قلت يوني بولز ما يوني بولز يافطات يعني هول كراتين يلي بالماركر بتكتبهم يا في يويو الحالة الاقتصادية ما بتسمح كات بادجت الميزانية ما بتسمح. بعدين الورد رح أطف لك كوكليكو وهودي المارجريت تعرفتيون جنين. ما في سانفلاور؟ سان فلاور ما بقى فيه. إذا كان طالع شي وحدة بجنينة بحوشها بس ما في كله امبورتد والامبورتد يعني ما يعني بتعرف كتير غالي مع أنه ثبت الدولار بحب خبرك له شهر تقريبا ثابت. ايه ومصدق انت ما حدا بقى يصدق ما بعرف يعني مين بيصدق يعني بس ثابت عشو ثابت يعني خمسة مبسوطين بحالهم بيقولنا ثابت 95,000 ثابت وبعده الموظف يقبض له مليونين 3 مليون 4 مليون يا حرام يا حرام وين وصلوا الناس انه هلا مبسوطين انه ثابت على 95,000 ايه انه شيء منيح اني عظمه شيء منيح لاحظت جوزيف هلا ليك انا شو بدي اعتب عليك على الكات بادجت وبعد كم ساعه في تتويج ملكي وفي كات بادجت ايوه تتويج الملك تشارلز نعم بعد ساعات من هلا جوزيف هيدي المناسبه تاريخيه صراحه اللي هي تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا لملك بريطانيا العظمى وطبعا معه كاميلا كمان كاميلا اللي على فكره جمعه الماضي كانت مصابه كمان بكورونا التحضيرات خلينا هيك نشوف هلا شوي بنشوف كمان الفيديوهات وشويه صور التحضيرات بلشت على قدم وثاق لهذا اليوم الكبير الملكة إليزابيث الثانية اللي توفت ب 8 سبتمبر 2022 والتتويج رح يصير اليوم شو رح نشوف شو في شوية غوسب شو في شوية أخبار دايما بالحياة الملكية في قصص ما بتخطر ببالك يعني بتقول مرات أف بالهم شو فاضي أو أف شو سيستماتيك شو بس أنه بس قديه يعني حلو وراقي هاي التقاليد والعادات الملكية عندهم أنا هيك بحس حالي بعدنا كتير ليه؟ كتير حلو أنا يعني بحب هيك. حلو بس بضيق الخلق مرات بس حلو وعلى كل حال يعني مش كل يوم بنشوف تتويج مثل هذا التتويج يعني هذا التتويج بقي 70 سنة لصار تصديقا على كلامك جوزيف نحن فعليا رح نشوف اليوم عادات وتقاليد عمرها كيف ما كان شي 1000 سنة بتجمع ما بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة والفخفخة وعلى فكرة بريطانيا بعد الملكية الوحيدة بأوروبا يلي بيصير فيه مراسم دينية خلال التتويج هلا هيك حتى نحش شوي يعني في استطلاع للرأي صار هيك بين الناس طلع في أربع أنواع من الناس ناس فعلا كتار هني طبعا بالملايين ناطرين هيدا النهار ناطرين بكتير من الاهتمام في ناس ابدا مش مهتمين في ناس معتبرينه المكسب اللي فيه انه رح يعمل لهم لونج ويك اند يعني حيكون جمعه حيكون سبت احد تنين عطلة رسمية والجزء الرابع بحقيقة بلاقيه أنه مش ملائم أنه يصير خاصة مع الوضع الاقتصادي اللي موجود ببريطانيا التضخم وصل 10% أزمة غذاء وأزمة طاقة من ضمن العادات والتقاليد جوزيف كرسي التتويج أحزار قد عمره كبل لك شلف لك شي شلفي ايام يعني اذا عم تقولي 1000 سنة تتويج 1000 سنة كرسي التتويج جوزيف الى من ذاتها من 1061 يعني من العصور الوسطى يعني كيف ما كانش شي 7 قرون حلوين خبرياتهم 1061 يعني 1000 سنة تقريبا ايه يعني طبعا ايه الكرسي يعني عمل لها مينتنس لانه اكيد كحكحت يعني رح نمرق الفيديو بلا صوت وتحكي عليه اذا بدك ولا في فيديو من ايه بنمرقه لانه يلا. يعني التحضيرات موجوده عندنا فيديو هيك شوي للتحضيرات عندك كاميلا جوزيف كاميلا اللي ما بقيت مصخر ما صار عليها ما بقيت تنمر ما صار عليها الكره كثير كبير
كبير ضدها، خاصة الصحف خاصة من الصحف الشعبية. لكن فينا نقول شو ما بدنا اليوم، كمان لا هي ملكة أيضا بريطانيا العظمى. حكينا شوي أنه الوضع كيف ببريطانيا، مثل ما هو الوضع الاقتصادي بكل العالم. الشيء الجديد أنه تشارلز نفسه يعني كرمال هيدا الوضع طلب أنه يكون التتويج والاحتفال يصير على نطاق أضيق. لهيك نحن رح نشوف احتفالية أو تتويج أصغر أقصر وأقل كلفة من تتويج اللي صار للملكة إليزابيث الثانية من 70 سنة. يعني تتويج الملكة على سبيل المثال كان فيه 8251 ضيف، انتبه لي على ال 51 جوزيف. بتتويج الملك تشارلز رح يكون في بس 2000 ضيف، حتى يقال كتار من الأقرباء منهم معزومين. اللبس الفخم الكبير التقليدي مش رح يلبسه، رح يلبس زيه العسكري. الموكب الملكة إليزابيث استغرق ساعتين، بينما الموكب أمير تشارلز رح يستغرق تقريبا ربع المدة. التتويج عم ينقال عنه أنه رح يكون عصري أبسط، أقل كلفة مثل ما حكينا. رح كتير عم ينحكى أنه الشيء الجديد أنه رح يكون فيه تنوع ديني وثقافي. الأنظار حلو 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 كتير حلو كتير، هيك بتحسي المشهد حلو، الصورة حلوة، المكان حلو. يعني هون 70 سنة الكوين اللي اوعى تفقد الامل بشي. يا لا 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 لا، انا عقبال ما توجك يا يمنى. ميرسي جوزيف. توجك يعني نجوزك، يعني هيدا قصدي جوزك. ايه بدي جوزك. جوزيف الانظار مشدودة طبيعة الحال بالرغم من كل القصص اذا بدك، لكل شيء طبعا للملك تشارلز، لكاميلا، الكل عم يحكي اي تاج رح تلبس. يعني حكي كتير بالقلاميز، كلام كتير كبير ومعقد. انت بتحبي هالقصص. انا يعني وصلوا مطرح بس انه في قصص كثير كومبليكيتد، بتحسها سريه. شيء بخوف. وطبعا الانظار موجهه للامير هاري، وين بده يقعد، رح يكون موجود بس وين بده يقعد، لانه حتى مكان جلوسه رح يكون له تفاسير، خاصه بعد الخلافات، خلافات العائليه الاخيره والخلافات اكثر يلي كمان سببها كتابه الاخير. زوجته ما رح تكون موجودة، بقيت مع الأولاد بكاليفورنيا. ونحن هلأ أدي عندك ساعة 9 وشوي، يعني تقريبا على 11 بتوقيت إنجلند بيبتدي هيدا التتويج اللي رح يستمر ساعتين. يلا ألف مبروك للملك تشارلز، وإن شاء الله يكون في ازدهار على عهده، مش بس ببريطانيا، بكل يوروب، ويوصلنا طرطوشي للبنان. نحن أصحاب إن شاء الله. إن شاء الله تفاؤلك. بحب تفاؤلك. أنا بدي أقول ألف سلامة للفنان وائل جسار. في فيديو انتشر على السوشيال ميديا وشفناه عم بيقول أنه شكله تعرض لوعكة صحية أثناء صعوده على المسرح، واعتذر، بتصور عن الحفل، وطلع واعتذر يعني، وتشكر المملكة العربية السعودية وكل يلي كانوا ناطرينه. جوزيف هو الخبر التالي اللي هو ليلة روائع الموجي، تكريم الموسيقار الاستثنائي العبقري محمد الموجي، اللي صار مبارح ليلة بتطير العقل. جوزيف يعني تقول ديتوكس للدينين، ديتوكس للعيون، ديتوكس للمخ. وفعلا كان أحيا هيدا الحفل مجموعة بتطير العقل من الفنانين. أنغام، شيرين، عبادة الجوهر، مي فاروق، زينة عماد، صابر رباعي، ماجد المهندس، وطبعا وائل جسار. ومثل ما حضرتك عم بتقول، فعلا تعرض لوعكة صحية قبل ما يطلع على المسرح. يعني بتصدق جوزيف كلهم مبسوطة فيهم، وكنت مبسوطة أني أشوفهم.
كنت أكثر شيء محمسة ومبسوطة لوائل جسار، نعم. لأنه صوت وأخلاق وهيك بتحس شوي منه كتير محظوظ، فكتير انبسطت أنه تم اختيار وائل جسار، لكن للأسف يعني صابه عارض صحي وما قدر بتمنى يكون صار أحسن. هلأ هو طلع قال بلسانه الاعتذار على السوشيال ميديا، صحيح. بس كان مبين عليه المنهك كتير والتعب، يعني كتر خيره طلع بهال، يعني هذا من باب المسؤولية والاحترام. بس صح كمان جوزيف، إذا بتشوف كل المعنيين والمسؤولين بالسعودية مهتمين فيه ومتابعين حاله، سلامة قلبه سلامة قلبه. هيدا الحدث كمان الاستثنائي صار امبارح، كمان قدمته الفنانة يسرى، هيدا عودة نشاطات هيئة الترفيه في الرياض، معالي تركي آل الشيخ. هالليالي جوزيف إلا أهمية كتير كبيرة، بتحس الواحد وكأنه هيك في أمانة بموسيقتنا، أمانة بفننا، بتراثنا، وفي صحيح. مين عم بيحافظ عليها. ليلة بتطير العقل لما نقول محمد الموجي، عم نحكي عن أهم الموسيقيين يلي جددوا طبعا. بالموسيقى العربية والشرقية، يعني عم نحكي روائع أم كلثوم، روائع عبد صحيح. الحليم، وردة، ميادة، شادية، يلي ربيوا عليها أجيال كتيرة. يويو 100%. هو إذا في حدا بيطير العقل هو أنت يا يويو حبيبي جوزيف. Thank you so much. لا عن جد الليلة كانت خرافية، يعني هلا مشوف قدي معنا وقت فنحكي أكثر، بس عم بحكي أبرز الأشياء. كمان كتير الله اللي بيقدروا يرجعوا يحضرون طبعا، موجودين صاروا على يوتيوب وعلى الشانل. شو هيدا جوزيف. يويو حبيبي خلص وقتنا، بعرف عندك كتير بعد قصص، ان شاء الله next week نحكيون. انتبهي على حالك وانت كمان، ونبقى على تواصل. اوكي 100%. اوكي يويو باي، جود نايت.